عن له بحضور اللجان القانونية والاقتصاد والمالية والأمن والسلامة العامة في المجلس المسائل المتعلقة بالبطاقة التموينية وغيرها من الأمور التي تخص دائرة تموين كركوك بحضور معاون مدير تموين كركوك. وجرى خلال الاجتماع بحث المسائل المتعلقة بعمل دائرة التموين وبالأخص فيما يتعلق بإجراءات إصدار البطاقة التموينية المفقودة، حيث تمت الإشارة إلى تزايد ظاهرة فقدان البطاقة التموينية ما يدعو لاتخاذ إجراءات رادعة للحيلولة دون استغلال هذه المسألة. هذا وتقرر عرض الموضوع على المجلس لمناقشته في جلسته الاعتيادية بغية اتخاذ القرار المناسب بصدده. شهد إقليم كردستان